معالي رئيس الجامعة يحتفي باليوم الدولي للتعليم. نجاح عملية معقدة باستخدام الروبوت في المدينة الطبية. الجمعية الصيدلية السعودية تنظم سيفا 2022. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جامعة الملك سعود نحييكم ونقدم لكم تفاصيل أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدتها الجامعة خلال الأسبوع. أكد معالي رئيس الجامعة أن شعار اليوم العالمي للتعليم تغيير المسار إحداث تحول في التعليم، هو ما تنتهجه الجامعة في بناء خطتها الهادفة إلى رسم معالم المستقبل الآمن وتحقيق مستوى متميز في التعليم وإحداث تحولات وإعادة التوازن في علاقات المجتمع وتأهيل المعلمين وتطوير مهاراتهم بصورة أفضل. جاء ذلك في تغريدة لمعالي على حسابه في منصة تويتر بمناسبة اليوم الدولي للتعليم. استقبل وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله السلمان معالي الأستاذ عبد العزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية للاطلاع على منهجية الجامعة في مبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول والالتزامات، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي. افتتح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الأستاذ الدكتور علي مسملي ورشة عمل وتكريم مجلس المراجعين المعتمدين بالجامعة، وأكد عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور مبارك القحطاني في كلمة له بهذه المناسبة أن مجلس المراجعين المعتمدين بالجامعة يهدف إلى تحقيق جودة البرامج الأكاديمية والارتقاء بقدرات ومهارات الكفاءات البشرية العاملة في جودة البرامج الأكاديمية بالجامعة. وفي الختام كرم وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي مسملي أعضاء مجلس المراجعين المعتمدين وتم تسليمهم الشهادات الخاصة باجتياز البرنامج التدريبي المقدم له. افتتح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي اللقاء السنوي الخامس سيفيا 2022 والذي نظمته الجمعية الصيدلية السعودية بحضور معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء بمشاركة 54 جهة حكومية وخاصة من المملكة وعدد من دول الخليج، ويهدف اللقاء إلى إثراء المحتوى العلمي للصيادلة وتطوير وتعزيز المعلومات العلمية لديهم. حققت عملية معقدة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام الروبوت نجاحاً، وذلك بالمدينة الطبية الجامعية لستيني يعاني من أمراض القلب والكلى، أصيب بكسرين مضاعفين أعلى وأسفل الفخذ قبل 30 عام. أجرى العملية الدكتور عرفان عرفة استشاري جراحة العظام والدكتور إبراهيم الشاجي استشاري جراحة أورام العظام والجراحة الترميمية. في تأكيد جديد على ريادتها وتفوقها الرقمي في مجالات التقنية المتقدمة، أحرزت المملكة الميدالية البرونزية في أولمبياد التشفير العالمي على مستوى المحترفين والذي استضافت جمهورية روسيا الاتحادية النسخة الثامنة منه. ومثل المملكة في هذا المحفل الدولي فريق تابع لمركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود مكون من 3 مهندسين من الكفاءات الوطنية الشابة، وهم المهندس أحمد الحربي والمهندس محمد الربيعة والمهندس محمد العمار. وتعد المملكة البلد العربي الوحيد المشارك في الأولمبياد الذي شهد منافسة قوية من 85 فريق يمثلون مختلف دول العالم. إلى هنا أعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.